في الطائف استأجرت عند رجل اسمه حسين الكشميري رحمه الله، استأجرت دور بمقدار 15,000. راحت سنتين من الإيجار وإذ يقول لي يا أبو محمد كافي منك 12. سبحان الله، شوف بدل ما يزيد عليك الإيجار قال، وراحت سنتين أخرى يا أبا محمد كافي منك 10. كان ويا أبو محمد من يسر ما عندك الله يسامحك، الله نذكره بخير. والسنة الأخيرة واللي قبلها قال أن هذه طالما أنت تريد انتقلت إلى الرياض فهذه هدية مني. لاحظوا هذا كمثل عن يعني عن الجار الطيب، وما كانت عنده وليمة إلا ويدعوني أول الناس إليها.